أيام قليلة بعد إعلان رئيس الفاف خير الدين زتشي ومكتبه الفيدرالي عن إنهاء مهام ماجر وطاقمه المساعد، حتى بدأ الشارع الكروي الجزائري في الاستفسار عن هوية خليفة صاحب الكعب الذهبي بين الأسماء التي ذكرها خير الدين زتشي. أمثال حليل زيتش رونار والبرتغالي كارلوس كيروش أو مدربين آخرين دخلوا في مفكرة الفاف، إلا أنه ككل تبقى الأسماء التي فصح عنها خير الدين زتشي عقب أشغال المكتب الفيدرالي تبقى مرتبطة بعقود مع اتحادياتها، كما الحال مع الفرنسي هيرفي رونار، والذي أكد رئيس الاتحاد المغربي لقجع أنه لن يتخلى على المدرب المتوج بطبعتي كأس أمم إفريقيا لسنتي 2012 و2015 إلا بعد مونديال قطر 2022. اسم آخر دخل مفكرة الفاف هو البوسني وحيد حليلوزيتش، إلا أن مطالبه المالية ورفض المدير الفني الوطني رابح سعدان لفكرة استخدامه قد تبخر أحلام الجزائريين في رؤية البوسني على رأس العارضة الفنية، فيما تعقدت فرصة انتداب الفرنسي الآخر كريستيان غوركيف والذي يحظى باحترام الرئيس زتشي ومعظم الركائز من اللاعبين، إلا أن ارتباطه مع الغراف القطري أبعده عن العودة إلى تدريب الخضر. لتبقى أسماء أخرى غير مرتبطة بعقود في صورة الأرجنتيني هيكتور كوبر الأوفر حظا لخلافة ماجر، خاصة وأن الفاف عودتنا في عهدة الرئيس السابق روراوا وفي عهد الرئيس الحالي زتشي بانتداب مدربين ولا أحد كان يتوقع تنصيبه على رأس الخضر، كما حدث مع الإسباني ألكاريز أو الصربي رايفاتس أو البلجيكي جورج ليكنز.